بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في هذه الحلقة 73 بعد 100. نتناول آيات من سورة التوبة. يعلمنا الحق تبارك وتعالى أن في عبادات مقدمة على عبادات. يقول تعالى: التائبون، توبة الأول، بعد التوبة تعبد الله، تأدي الفريضة، بعد ما تأدي الفريضة تحمده، بعد كده تسيح في الأرض. والسياحة هنا معناها أن تتحرك في أرض الله من أجل علم نافع أو ذكر لله، أو تنظر في الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لكن السياحة من أجل المعصية أو من أجل كذا أو من كذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كده: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت خارج سايح وبتسيح عشان إيه؟ فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، يبقى ربنا يديله أجرها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، عاوز فلوس كتير أو امرأة ينكحها أو رايح بقى كده عشان يشوف الجميلات فين ودور عليهم، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت مهاجر ليه؟ بتتحرك في أرض الله ليه؟ بتمشي في أرض الله ليه؟ عشان تعمل معاصي ولا عشان تعمل خير؟ السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، وهو خارج بيلف كده بيؤدي الصلاة أينما وجدت وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، ويأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، وينهى عن المنكر إذا ظهر فعله، والحافظون لحدود الله. والمؤمن حافظ لحدود الله أينما كان. يعني أينما كان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على ثغر من الثغور فليحذر أحدكم أن يؤتى من ثغر. يعني أنا في المدرسة أنا القائم على شرع الله، ما فيش خيانة، سنؤدي الأمانة. طب الناس كلها بتخون، إحنا ما نخونش. كل مسلم على ثغر من الثغور، هو الحارس، هو الحافظ لحدود الله، فليحذر أحدكم أن يؤتى من ثغر. أنا ماسك المستشفى، تفضل المستشفى في أمان وفي عمل إلى أن ألقى الله. أنا في حراسة، تفضل حراستي مظبوطة إلى أن ألقى الله. في مصنع أتقن عملي، كل اللي حواليا بيخونوا الأمانة، أنا ما أخونش. أنا ماشي في شارع، كل الناس بترمي زبالة ما عدا أنا. في عمارة وكل الناس بترمي وتوسخ المنور وترمي زبالة ما عدا أنا. لا، المؤمن ما يوسخش أبدا أبدا، ولا يخون أبدا وإن خان الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إن مع، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، أنا مع الناس. لا، وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا تجتنبوا إساءتهم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا مين هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الآمرون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين ربنا يجعلنا منهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية 113 من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في عندنا دلوقتي علاقة المؤمن بأبيه وأخيه، يعني وابنه أقرب الناس إليك دلوقتي، يا أبويا أصلي، يا أخويا اللي جنبي، يا ابني فرعي. العلاقات اللي بيننا دلوقتي تقوم على تقوى الله. لو أنا بحب ربنا يبقى قرب أبويا مني أو ابني مني أو أخويا مني على قدر الطاعة، تقربنا الطاعة وتفرقنا المعصية. يعني مسألة مبادئ، مش كده ولا إيه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولا كانوا أولي قربة. طب أبويا مات على غير الإيمان، أعمل إيه؟ ممكن أصلي بداله؟ ممكن أصوم بداله؟ الفريضة الوحيدة اللي ممكن تأديها بداله الحج إذا لم يكن قد حج، لكن صلته بالله عز وجل ما أقدرش أنا أوصلها له، مش كده ولا إيه؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن في حاجة أنا لقيتها كده غريبة أوي. واحد أبوه كان عاصي، عاصي أوي، يعني نقول مثلا كاتب مسلسلات، مؤلف أغاني، يعني ضيع الدنيا. فالولد ده مؤمن وملتزم. يا ترى أفخر بابويا كاتب المسلسلات والأغاني والمؤلفات والراجل اللي شطح وضيع البلد ضيع الدنيا، ولا أتبرأ منه؟ قضية. تفتخر بوالدك العاصي ووالدتك؟ واحد والدته كانت راقصة مثلا أو مغنية أو يفتخر بها يعني؟ عشان كده بقولك إيه؟ إيه العلاقة بيني وبين أبويا وبين أمي؟ أبويا عاصي، أمي عاصي، أعمل إيه؟ وما كان للنبي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. واحد ضيع أمه بأغانيه وتمثيلياته ومؤلفاته، هيبقى أبويا إزاي؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، واحد يقول لك طب ما إبراهيم كان مستغفر لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه.
كان مديله ميعاد كده يعني، قال له سأستغفر لك ربي، يمكن ربنا يهديك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لا يتبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. المسألة دي مسألة مهمة جدا، لأنه أنا بقابل ناس، بقابل ناس كل يوم. طب أنا مش عارف يعني، أختي ممثلة، طب أختي مغنية، طب أمي رقاصة، طب أبويا مؤلف أغاني، طب أبويا مش عارف يعني، ناس في المعاصي غرقانة غرق، نفتخر بهم وأنا أستغفر لهم ولا يعني؟ مهم جدا ان انا ابقى عارف امتى افتخر وامتى يعني أو يعني استعر زي ما بيقول. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. مفيش ضلال، اللي على منهج الله، اب وام واخ واخت وزوجه، اللي على منهج الله وبيحب ربنا ويقيم الليل ويتصدق ويعمل صالحا، حبيب اب وام واخت، ما هوش على منهج الله عز وجل انا مش هضربه، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. دي مشكلة جامدة، مشكلة كبيرة في كثير من البيوت. يطلع الابن فاسد جدا جدا والأب صالح والأم صالح، العيل الفاسد ده تقول ده ابني؟ يتبرأ منه. وإحنا عندنا الإنسان الفاشل والعياذ بالله الناس بتستعر منه. النجاح له ألف أب، ما تلاقي واحد ناجح يقول لك أنا قريبه، أنا خاله، أنا عمه. النجاح له ألف أب، والفشل طفل لقيط ما عرفوش، مش تبعنا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا عن ناس كتير جدا جت واعتذرت وقعدت تحلف، اللي كان بيحلف كذب واللي كان بيحلف صدق. المهم إن ربنا يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لكن في ثلاثة أنا حكيت لكم عنهم قبل كده، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قلت لكم إن الناس جم قعدوا يحلفوا للنبي أنا كان عندي كذا وعندي كذا والنبي يسامحه والنبي يسامحه، وبعدين ربنا تاب عليهم. طب الثلاثة دول يعني ما كانش عندهم مشكلة، طب انتوا ليه بعدتوا عن رسول الله؟ ليه تركتم الحق والدعوة؟ ليه بتتخاذلوا؟ كلمة الحق اللي عندكم كانت هتنقذ الأمة. في ثلاثة خلفوا على أيام رسول الله ما كانش عندهم عذر، وعندنا أكتر مش عايز أقول 30,000 متخلفين ما عندهمش عذر كان ممكن ينقذوا الأمة. ده دول ثلاثة خلفوا وسكتوا وبعدوا عن الحرب وما كانش عندهم عذر. احنا عندنا آلاف مؤلفة سايبة الدنيا ضايعة، عندهم أسرار تنقذ البلد محدش بيتكلم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هل ممكن ضميرك يصحى؟ يعني إيه ضميرك يصحى؟ أقول لك أنا مرة واحد يعني زي ما بقول إيه شاب يعني، يوم العيد الصبح بعد صلاة العيد الساعة 6 وهو ماشي على الطريق السريع في عيل بيعدي كده عنده 10 سنين ولا حاجة ضربه بالعربية وداس عليه ومشي. الدنيا فاضية مفيش حد خالص مفيش حد شافه. وبعدين يا سيدي خلاص كده روح بيتهم بقاله شهرين ثلاثة ما بينامش. ليه ما بينامش؟ كل ليلة يجي ينام يقوم مفزوع من النوم الولد اللي ضربه بالعربية يقوم له. لو كل واحد عمل جريمة، ها لو كل واحد قتل الناس اللي قتلوهم دول جوله في المنام وضميره صحي مش هينام، هيصاب بمرض عقلي. طب ربنا طمس على ضمائر الناس ليه؟ ضمائر الناس ماتت ليه؟ ازاي تقتل كل هذا العدد من الناس وربنا ما بيحركش ضميرك؟ ازاي؟ فالراجل عاوز يخلص من الجريمه اللي عملها، هو قتل خطأ. طب يتصرف ازاي؟ ده ان شاء الله هنشوفه الحلقه دي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.